السماء تعيد سموم البشر، مياه الأمطار لم تعد صالحة للشرب. يعد الماء العنصر الأبرز من عناصر الحياة، حيث لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات العيش دون هذه المادة الحيوية. بينما يحذر تغير المناخ بواقع جديد في العالم، وتعتبر الأمطار أحد أهم مصادر المياه على سطح الأرض، فهي الرافد الرئيسي للبحيرات والأنهار والمياه الجوفية. ولكن يبدو أن هذا المصدر الرئيسي للمياه بات غير آمن، وما أكدته دراسة حديثة في السويد، وأظهرت أن المياه الأمطار لم تعد صالحة للشرب بسبب احتوائها على مواد كيميائية خطرة تسمى مواد الإكليل المشبع بالفلور ومتعددة الفلور. وقالت الدراسة إنه من الصعب تحديد جميع الآثار الصحية طويلة الأمد للتعرض لهذه المادة، لأنها تشمل العديد من المركبات المختلفة، مؤكدة أن انتشارها يشكل خطرا على صحة الإنسان.